اليوم راح اسوي لكم كيكه بالجبن وبصوص ابيض كلش طيبه وسهله. بالخلاط اخلي بيضتين، ظرف فانيلا، شويه خل، نص كوب شكر ونص كوب زيت، 3/4 الكوب حليب، والمكون الجديد هو الكيري. ضفت 4 قطع، تقدرون تستخدمون اي جبن يشبهه. بعد ما خلطتهم راح اخلي عليهم كوب ونص طحين، ضرب بيكنج باودر واخلطهم. اخليهم بقالب مدهون وعليه طحين، اهم شيء القالب يكون صغير مو كلش كبير. تقدرون تستخدمون اي نوع قالب او بايركس. دخله للفرن على 180 لمدة 35 دقيقة. للصوص الابيض راح اخلي نص كوب قشطة، ضرف كريم شانتيه واخلطهم، وصاروا يانا الصوص الابيض. بعد ما طلعت الكيكة من الفرن وبردت، خليت فوقها نوتيلا والصوص الابيض اللي سويناه. زينوها التزيين اللي يعجبكم وجربوها لان كلش طيبة، والف عافية للغالين.